وانه فقط استخلص الكوره من بين اقدام طارق حامد، لكن يبدو ان كان في دفعه بالفعل وزقه في بان طارق. علي جبر ايه حسام عاشور قريب حسام غالي، لكن الكوره صعب رحيل لعبها غلط ضاعت منه اتحولت، ممكن يبقى فيها خطوره لو اتلعبت بسرعه للزمالك. اكتمل الهجمه عند اقدام محمود عبد المنعم كهربا، واستقر المولمبي على الدفع برمضان. ومره ثانيه لسه كوره خطيره، ايمن منطقه الجزاء وصفاره نرويجيه وضربه حره على الزمالك من النادي الاهلي. مصطفى خلاص الشمال، محمد ابراهيم البليسنج في فيما يبدو في احد لاعبين كمان واحد سهل لاحمد عادل كتيره فده لا والله ولا لعب ولا نقطة كما بدأت القمة كما انتهت. نقطة للزمالك نقطة للأهلي، تعادل سلبي يفرض نفسه على القمة 112. حد يمسك ليه طيب؟